ماذا يحدثنا رسول الله عن الصديقة الطاهرة؟ أولا ماذا نخاطبها في زيارتها؟ وأنا أقرأ من المفاتيح، هكذا نقرأ في زيارتها: وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى، وقبلها والتحفة خصصت بها وصيه. وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى إلى أن تقول الزيارة وتفاحة الفردوس والخلد، هذه تفاحة الوجود. ماذا قال عنها محمد صلى الله عليه وآله؟ أنه حين يشتاق إلى الجنة كان يشم فاطمة، يشم عطر فاطمة. وماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو كان الحسن هيئة، لو كان الحسن صورة لكانت فاطمة. حقيقة الحسن وحقيقة الجمال لو كانت متجلية في صورة لكانت هي فاطمة. وعلي كفء فاطمة بالتمام والكمال، وفاطمة كفء علي بالتمام والكمال في جميع الاتجاهات، في الجانب الجسدي، في الجانب المعنوي، في جميع الاتجاهات. فهذا الحسن وهذا الحسن. ولذا حين صدر الأمر الإلهي كيف كانت صيغة العقد؟ الله هو الذي عقد له، الروايات هكذا تحدثنا. ونزلت الملائكة إلى الأرض تحمل صيغة العقد، كيف عقد الله لعلي وفاطمة: إني قد زوجت النور من النور. هذه صيغة عقد الله لعلي وفاطمة، فقد زوج النور من النور. فماذا أريد أن أقول بعد ذلك؟